وده خط انتاج تاني، هما خطين انتاج بتمشي عليهم كراتين. اوكي، لما يكون عنده ضغط شغل يروح مشغل خطين الانتاج مع بعض، لما يكون الشغل عنده خفيف بيشغل خط واحد بس. تمام، بس هو عايز يعد المنتج، قال لك مش مشكله عندي بي ال سي، راح جايب السنسور خد من السنسور جوه البرنامج بقى، راح على كاونتر سي مثلا 10، وهنا سنسور راح على كاونتر سي 11، يما بيشغل دوت هو عارف طلع كام قطعه، يما بيشغل دوت هو عارف طلع كام قطعه، بس يوم ما بيشغل الاثنين بيضطر يعمل ايه؟ يجمع صح؟ يوقف واحد يقول انت عملت كام يا باشمهندس؟ 10، وده كام قطعه؟ 50، 50 و10 يبقى 60، يقول لسه فاضل لنا كمان 40، شكلها بقى خاوي. مش كده كده في جهاز بي ال سي؟ يوم ما يشغل خطين الانتاج مع بعض يروح البي ال سي يعمل ايه؟ يجمع اوتوماتيك، وهو عن طريق الشاشه يقول له انا عايز اخرج 100 قطعه، طلعوا بقى 50 من هنا و50 من هنا، يروحوا موقف خطين الانتاج 60 و40 49 51، اول ما يطلعوا التوتال السبمشن بتاعهم 100 يروحوا موقف خط الانتاج، يبقى انا اعمل ايه؟ بلوك اديشن. تعالى نعملها مع بعض. هنا لازم اخلي في نقطه رئيسي اساس الشغل اللي هعرف منه اذا كان اللي فيه زحمه ولا مفيش بالظبط ولا لا. هو عنده سيلكتر يشغل الخط ده بس، او الخط ده بس هو عنده. اه هو لا، ما البي ال سي مش لا يعني ممكن تتعمل بس حسب بقى، يعني ممكن يتعمل في حاجه لو لقى الان بتاع يعني طلب، يعني انا عملت كده، انا العامل بيدخله على الشاشه يقول له عايز اطلع 50 قطعه، هو يقدرها ان 50 قطعه هيخرجوا في ربع ساعه، فيروح مشغل خط واحد بس، قلت له عايز اطلع 500 قطعه، فهو يقدرها لا ان 500 قطعه هتطول، يروح مشغل خطين مع بعض، وساعتها يروح قلب على البلوك بتاع الاديشن. اوكي، تتعمل مش حاجه يعني. تمام، انا عندي سنسور اللي هو مثلا الاي 0.1 بيبعت على الكاونتر سي 10 سي تي يو بتاع الخط الاولاني ده كده الاولاني، تمام، ريسيت بروسيس ده في اي 0.2 اللي بيعد القطع بتاعه الكاونتر الثاني سي تي يو كاونتنج اب ريسيت بروسيس فاليو ده كده الكاونت الخط الثاني، تمام. في طبعا ريست للاثنين اي 0.0 اي 0.0، عايز اقول له يجمع لي قيمه خطين الانتاج، يبقى هستخدم بلوك ايه؟ اديشن. اد نوع ايه الاد؟ اديشن انتجر ولا دبل انتجر؟ انتجر ليه؟ عشان يشتغل مع الكاونتر، لو دبل انتجر هديك ايرور على طول، هيقول لك الكاونتر ما بيتعاملش مع الدبل انتجر. تمام، ادي الانيبل انيبل اوتبوت الان الاولاني. ايوه بس مش كاونتر، ما يكونش كاونتر. الحاجات اللي احنا خدناها كلها معظم الحاجات انتجر. بالظبط، عشان معظم الحاجات اللي شغال عنده شغاله انتجر. يعني هو الكاونتر انتجر والتايمر انتجر، ده هم اهم حاجتين الكاونتر والتايمر. وعندك الفاريبل في منها انتجر، فاغلبيه الحاجات انتجر. بس ده ما يمنعش ان في حاجه هتكون دبل وورد يعني. هنشوف مين اللي هيشغل عمليه الجمع دي. تمام، مين الان الاولاني؟ ان واحد سي 10، والان الثاني تمام. الاوت ترميه على ايه؟ طبيعي من اللي احنا كاتبينه، لو انت هتختار ايه؟ يا اما ميركر يا اما فاريبل، ما فيش غيرهم بصراحه، هم افضل اثنين اللي هم يعتبروا ميموري. اوكي، ميركر او فاريبل، ماشي. انا هرمي هنا على مين مثلا؟ انا بفضل فاريبل في، نوعه ايه الفي؟ بايت ولا وورد؟ وورد. في وورد مثلا زيرو، واجي اقول له لو حصل ولقيت الفي وورد زيرو وصل لل 100 قطعه اعمل ايه؟ شغل ميركر، خليها اوتبوت مثلا اي حاجه. شوف بقى انت عايز تعمل ايه، انت كيف فهمت قصدي بقى؟ تشغل ميركر يفصل خط الانتاج، تشغل اوتبوت يديك اشاره، تشغل اوتبوت يروح قافل اللوك عشان ما يدخلش كارتين ثانيه، تشغل مروحه،
يقول له صباح الخير اي حاجه زي ما انت عايز. تمام اوكي عادي. خد بالك من حاجه. الكاونتر انتجر وورد ساين، الكاونتر الثاني انتجر وورد ساين، العمليه بتتعامل مع انتجر وورد ساين. يوم ما قارنا بكمبير نوع انتجر وورد ساين لازم يكون كل حاجه واحده. اوكي كده خلاص فاضل نقطه. خلاص بقى مش هنعمل خط انتاج كله اكيد، انا بس بعمل لك الفكره. ما فيش خطين احنا ما رسمناهمش اساسا. احنا نفصل مين؟ نفس الكاونتر مثلا؟ ماشي هنعملها مش مشكله. ده مين بقى؟ هي دي الفكره. نخلي مفتاح الاديشن يعني امتى يجمع؟ امتى نخليه يجمع؟ مع مفتاح مش في اللينكر العام مش شغال منه الاولاني، مش شغال منه الثاني لوحده. حلو. ماشي بس احنا ما رسمناهوش، كلامك صح حسن. لما يشغل اثنين مع بعض يجمع؟ ماشي. طب لو ما رسمناهوش في حل بديل؟ ماشي ماشي انا معاك. لو هنتكلم على ان في سيلكتور بوزيشن انه يشغل الاولاني بس، خط الانتاج الاولاني، خط الانتاج الثاني بس، الاثنين مع بعض ممكن صح. لو مثلا الاي 05 تخليه بالاي 05. ازاي هيعرف عمليه الجامعه هتجيله وهو غير ما يجمع؟ ازاي هيعرف القيمه اللي مسجلها في ده اليوم؟ ال 100؟ لو انا مشغل واحد هجيب اسئله. تاني مش فاهم. قصدك على ال 100 ولا قصدك على الفيورد زيرو؟ تمام. ايه المشكلة؟ لو واحد بس شغال التاني هيبقى قيمته كام؟ 5 زائد 0 ب0. مش عارف مع السيلكتور اللي عامله مش هو معلش هو انت ليه مسكت الحل بتاعك ومش عايز تغيره؟ هو عايز يحللها على الحل بتاعه، ما يبقى الحل بتاعك غلط. عايز 0 1 0 2 ماشي صح، بس شكلها في حل بقى افضل هقول لك عليه، حاجه انا ما قلتهاش قبل كده. هو انت في مره هتطلع منتج ببلاش؟ ما اعتقدش. عايز تطلعه اذا كده هتبقى تعملها انت بعدين في خفه صح؟ لكن طول اي منتج بتطلعه عايز تعد عشان تحاسب عليه. فبعمل حاجه اسمها السبيشال ميكر اس ام 0.0. ده بيعمل ايه؟ مش احنا قلنا هنتكلم على سبيشال ميكر؟ سبيشال ميكر ابقى بكذب عليك لو شرحتهم في الكورس لان هم بالالاف. انا هقول لك كم واحد فيهم وهوريك ازاي تجيبهم. اوكي؟ الاس ام 0.5 كان بيعمل ايه؟ فلاشنج. الاس ام 0.0 مدى الحياه مغلق. مدى الحياه ما بيفتحش اساسا. طب ليه ما عملناش كده واحنا دماغنا؟ البي ال سي عشان المخ تخين هيفكرك نسيت تحط ايه؟ فيقول لك خد بالك انت نسيت، يعني تقول له عم انا ما نسيتش، يقول لك لا انت نسيت، يا عم انا عايز اسيبه كده، فيقول لك خلاص لو عايز تسيبه اعمل ايه؟ حط الاس ام 0.0 كانه بقى مقفول. هو بنيه صافيه عايز يفكرك، هم مفهمينه ان ما ينفعش تسيب حاجه فاضيه هنا. فلما تيجي تقفلها يقول لك انت كده في حاجه ناقصه نسيت تحط مفتاح. فلو انت قصيتها اقول له لا اس ام 0.0. يعني هو في مفتاح بس كانه ما فيش، كانه شركه عطل. يبقى كده مدى الحياه بيجمع. اوكي؟ في حاجه بقى انا عايزك تجرب ده على الكمبيوتر بس في نقطه. عدد القطع اللي هنعدها 1000 قطعه. 1000 كرتونه. هجرب كام مره؟ هتدوس كام دوسه؟ 1000. يبقى المفتاح هيبوظ هنحاسبك عليه وانت ماشي. عشان توصل لل 1000. عشان تجرب عايزين لا انا عايزها 1000. تغير في قيمه ايه؟ ازاي؟ ايوه البريسيت فاليو؟ غلط. البريسيت فاليو دوت لما يكون في كونتاكت، احنا شغالين بالكومبير. انا عايز اغير الكاونتر نفسه ده. ازاي ها؟ لا انا عايز ال1000 تفضل 1000. ها هي انا بسال ازاي عشان افهم ازاي. تعالى عند السي 10 اللي في الادرس، الفورمات هيكون نوعه ايه؟ ما هو مش بيسميه انتجر بيسميه سايند. تمام. في النيو فاليو المفروض ده يعد مثلا 500 ده 500، خليها 499 وده 499، المفروض لك كام عده؟ يتعدهم بدايه واحده هنا وواحده هنا. اوكي؟ فانا عايز اتعمد النقطه دي، يعني روح ارسمه عندك واعملها 1000 وجربها، بس ما تدوش 1000 عشان المفتاح ما يبصش. اوكي؟ لا انا عايز رقم كبير عشان نشرح الجزء بتاع التغيير ده. خليها رقم كبير 1000،
بس اعمل رايت اول دوت مثلا ب 999، يبقى فاضل لك كام دوسه؟ واحده. يبدا اي واحد فيهم عملت على لمبه اي حاجه زبط على الماس ينور لمبه، بس يقول لك ان هو وصل للقيمه اللي انت عايزها. ولنفترض ان الكي 0.1 دي هتكون سرينه، تديك يعني صفاره كده يعرفك ان الكميه اللي انت عايزها اتحققت.